بشرى بعتوا لها تصاور تاع الطيب مع مرأة واحدة أخرى. وليت نشك في كم التصرفات تاعها. هذه ما تكون غير وشاية، ما تكون غير شريان الطيب. تاع الصح، المرأة اللي متها من شراجلها ما كان لها تعيش معاه. يا بابا هذا هو الواقع. الشي اللي راه صرا لوليدي هما السبب. وكاينه حاجة واحدة نقولها لك، راكي رايحة ديري غلطة حياتك. رحموني شوية يا ناس، اللي فيا راه مكفيني. محال الطيب يعمل هاد الشي. أنا اللي خدا أختي مازال ما زادش. عندك الحق يا وليدي، الوقت صعيب. والله ما تلقاي واحد كيما الطيب. هادو هما لي زيسكرو، يقتلوك غير بلسان الحلو. قولي لي لاول، انت اللي تعرفي طيب ابان، وراكي تشكري فيه هكذا. رد بالك تزيد تعاود تقول هذه الكلمه. اسمحي لي بشرى، بالك دخلت روحي في حاجه ما تخصنيش. حكايه طويله طويله. ربي ياخذ الحق. هاو بدا يبان الفستي ديال باباك. بصح انا قالي بانت، راهي خارج الحدود. ياه، كي راهي خارج الحدود علاش ما راحش يجيبها؟ راحوا الجدارميه يحوسوا عليها. كي راحوا الجدارميه يحوسوا عليها، هو وين راه يحوس؟ هو كان محبوس في لاكاف. حكمه واحد الجماعه. يا اخي عمر مسكين يا اخي، حتى الكذبه يا عجبه ما يعرفش يطبخها. المهم نوال ما قالتلك شحال تقعد في دارهم. علاش انت ما قالتلكش بلي راهي رايحه؟ قالتلي ديني، قلت لها روحي وحدك. تزيدنا في الهضره قلقتني ضربتها. حتى هذيك الطفله انا يا وليدي ولات تقلقني. يا سقساتني شحال تقعد في دارها، قلت لها قعدي كيما تحبي. زال لي همها انا قانيت. دبر راسها. يلا دهبية، كل يوم دعي في صلاتي باش ربي يبين الحق. انتم معكم مجروحين واحنا كيف كيف. هو اش نقول لك يا مليكة، انا وليدي تقاس في شرفه. كنت فكر كلام اللي قلته لي لما تلاقينا. قلت التربية أمانة، خلوها لنا والدينا في أعناقنا، وإذا ما لقناهاش لأولادنا تسمى خيانة. نعم يا سي عمر، تسمى خيانة. لكن الواقع راه يقول العكس. واش تقصد؟ واش نقصد؟ نقصد الخيانة. طيب عجنت يدي يا سي عمر، محال باش يخون العهد. احنا عائلة نفرشو قيس غطانا. لكن سي مقران، يقدر الفرد يتغير، يقدر يغرو الشيطان وتتغلب عليه نفسه. احنا عائلة متمسكة يا سي عمر، عمرنا ما نقبلوا الفرض يرعى وحده ولا يواسي واش يحب. ايوا الناس تقلب الكلام. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم، عندك الحق، الناس تقلب الكلام والناس معادن. على بالي بلي الحالة طولت، ولكن التحقيق هذا وين خلاص؟ والنتيجة؟ تهمة التزوير والغش، واللي زور لك الوثائق ما خلى حتى ثغرة، كل وثائق صحاح. واللي بدلهم لي في المكتب نتاعي؟ الشرطة حقت مع جميع العمال. ونبيل؟ حتى نبيل حقوا معاه وما توصلوا معاه لحتى اعتراف. معليش، أنا جيت نخبرك باللي المحاكمة نتاعك عليا مات.
من جهه راكي تقولي باللي كاين يد بدلتهم، ومن جهه اخرى ما على بالك شكون. واش معناه؟ انا عمر. كاين ثلاثه من الناس اللي يدخلوا مكتب تعطيه في غيابه. نبيل اللي راهو نسيبو ما عنده حتى مصلحه باش يبدل لا فاكتور. كينزا ما كان حتى اخت تضر خوها على الهلاك. والثالث يا عمي عمر هي انا اللي غريبه في وسطها. استغفر الله يا بنتي استغفر الله، انا ما تهمتكش حاشا لله. ماذا على حسابك الورق ما تبدلوش؟ تعرف يعني عمر يا لو كان الطيب يستعرف بفمه والله ما نامنه. صحة صحة يا بنتي، شوفي تقدري تروحي وقولي لخالد يدخل. اقعد اقعد خالد. اصدقني القول يا خالد وقل الصح، انت يا تعرف طيب مليح، تربيتو وكبرتو مع بعض، واش رايك في الشي اللي وقع؟ حبيت تعرف الصح؟ كي صار وصار ما قدرتش نتحمل وحبيت نحبس الخدمة. بعت لي طيب من الحبس قال لي رد بالك رد بالك تخلي الشركة، راهي أمانة خلاها لنا عمي عمر. طيب على باله شكون بدلو الورق، ما حبش يقلقك وما حبش يقول للشرطة شكون. استغفر الله. نعم الحاجة؟ جيت نشوف وليدي الطيب. عندكم رخصة؟ هاي بيب. أيوة أعطيني بطاقة التعريف تاعكم. بطاقة التعريف تاع بناتي ونتاعي. معك زوج بنات؟ نعم. أيوة عندي قفيفة فيها شوية ماكلة نقدر ندخلها. قفة بها شوية ماكلة؟ نعم. جيبي شوفها مني جيبي. تفضلوا تفضلوا. واش راك خويا العزيز راك مليح؟ لاباس؟ اوه بديت توارف شويه. ما راكش مليح كاع. هاني شوف ما راكش مليح. اسمع شوف خذ راي اختك مليح. سيت نساها وخلاص. يكون في علمك باللي نسيتها من النهار الاول اللي تهمتني فيه. وعلاش بعتك لعندها؟ بس تروح من بالي. بصح راني حاس باللي انا اللي ظلمتها. الحصون رايحة تندم على رايحة. هاي بركة ما تخلطي، عيط لهم يجي نهضر معاهم. تهلا في روحك. طيب واش راك؟ وانت واش راكي؟ صافا؟ صافا. قولي عجبتك الماكلة اللي درتها لك المرة اللي فاتت؟ والله غير لحسوها كاع بس بعتيهم. عباك درت لك واحد لاغوسات. سي بور سا راني نشم في الريحة بنينة. أيا بعتي نشوف واش جبتي. وقل لي طيب المرة الجاية قل لي واش نطيب لك. دوك انا نقول لك واش طيبي. ودارك ما رحتيش؟ خلاص محمد قال لي قعدي في داركم حتى يخرج طيب. هو على ما جاش يشوفني؟ يلا يا بنات. محمد عنده خدمة بزاف. يلا خلوني نهضر شوية مع وليدي. خلاص يما هاكي. يما واش راك وليدي؟ راك شوية إن شاء الله ربي يطلق سرح وليدي في أقرب وقت إن شاء الله يا بابا.
شاء الله كي اليوم يما نخرج. ان شاء الله يا وليدي ربي يطلق سراحك في اقرب وقت. وما تقلقش روحك، هيا بقى على خير. ابي بقى على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شفتش عمي ربح؟ عمي ربح لما مو مريح ما عنده وين يروح. يطول باش يجي. ساعاتك تعرف مع لي كليون تاعو. ولو كان خلي الكوصايا ليه؟ قلبي ما يكون. ما نجمش أنا ما نكونش هنا العشية. خويا هو اللي يخدم. تحب تستناه وصيه. ما نقدرش نستناه. هاو جا ها. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي ربح. نعم سيدي يحتاجك. مرحبا بك وليدي. واش راك عمي ربح؟ لاباس الله يسلمك. واش راك؟ واش راك طيب؟ جيتك على جال الطيب. غير الخير. نقدروا نقعدوا نهضروا. نقدروا نقعدوا. تفضل. ودرك واش راك تحوسي؟ عنده الحق باباك يا بنتي، هذه سمانه ملي جيتي من دارك. راني نستنى في نبيل يجي يديني. قولي لي يا اخي ماكيش غضبانه؟ ضربني يا بنتي، ما تكبريش الحالة. ما تنسايش باللي هو اللي راه مسير الشركة دوك. البارح كنت مع عمر وقلت له تهلا في ولدك. دمك هو دمك. اداها بالغدر. مازال كيدافع على الطيب. والله الا حيرتيني معك. غدوة وجدي روحك انا نوصلك لدارك. ما تخشنيش راسك يا بنتي، هاد الشي عادي ويصرى في كل دار. ان شاء الله ما يصالش كما المره اللي فاتت. وعلى هنا كان غرضي. ان شاء الله هذه المره ما نبطاش. راني نسمع نروح ما نروح. وين تاني بابا؟ غير هي اللي تقدر لك. وعلى انت يا قليل، وخاصة كي تلاقي معاها يا لطيف. بصح ما قلت ليش وناك رايح. لازم نقول لك. جماعة الشر راحين يحاكموهم، والقضاء استدعوني باش نكون كشاهد. ووقتاش ان شاء الله؟ غير غدوة إذا كتب ربي. رد بالك على روحك برك يا بابا، بالك يصرى لك المرة اللي فاتت. يتهلا فينا ربي إن شاء الله. تروح وتولي بخير، ما تنساش تعملنا التليفون. إن شاء الله إن شاء الله. فرات من كل جهه. وانايا في هذه ما تقلقش، نروحوا لها غير بالعقل. وعدتك باللي تولي تولي كلمه تاع رجال. ما تقلقش بصح وقتها. ديجا انا قلت له البابا على 800 مليون. واش قلت له؟ قلت له بلي طيب حاب يديهم. كيف قلت له حميده حصلها في فؤاد مسكين. ديب الله ينستر بك. ديب تاع الصح. إيه باش تعرف بلي انا نخمم عليك. تقلقت الله غالب. تعيو تولي الشركه ونسيروها غير انا وياك. يتم تشوف الشركه تاع باباك كيفاش تولي. تسمع حقا اليوم صباح عيطت لي شاهيناز. واش تحق عندنا هذه تاني؟ ما شتي ريبوندي لها؟ قالت لي نهار السبت ترجع من عند اختها. حقا كيفاش راهي الحاله في الشركه؟ منا نهار الاثنين نشرعوا له. اسمع شوف، قولها دات حقها بركات، قولها ما تجيش تدور بينا. شحال قلنا يا طيب؟ عندي بدا ما خليتش المرقة هكذا يا اخي. ليلة بتاع العجوز اللي طيبتها واش بيك؟ نقول لك حاجة اخويا طيب، نخرج منا نجيب العجوز وباطابا تجري. بوس عينك. المرأة راح تجيب ولد ولا طفلة واش بيك؟ وما كان صغير عليها. هو صغيرة خطفوها. داها واحد وليد حومة.
حتى لو كان ما تركبش تتعلق. راني نحوس على بتواميليا. وانك انت ولي تواميليا قبل. واش راك تشوف بيا شيطان؟ من شيطان؟ نعمي لك عينك. اسمح لنا طيب. خلونا نستبنوا الماكله توحشناها سمانه بس دخلت. اسمح لنا والله اسمح لنا يا طيب. واسمك انت واسمك؟ انا وسمني المجيد. المجيد ويعيطوا لك ديدوح. وانت عبد الرحيم؟ عبد المجيد ولا ديدوح خير؟ عبد المجيد. عبد المجيد. عبد المجيد. على بالك بالايامتك هنا راهم يجروا في ليشه. فيق روحك يخبطك حيط تعاود تولي ما تقدرش تجي ترجع تحصل. افطن افطن افطن. يا رب يا رب انت وحدك اللي تعرف اللي وليدي مظلوم اللي وليدي باري. يا ربي يا كريم اطلق سراحه تطفى النهار اللي رايش على في قلبي. انا كبرت وربيت وحياتي كلها وانا نعس في روحي باش ما نغلطش وفي الاخر وليت نتورى بالصباح. يا ربي يا ربي ما قدرتش. يا ربي بين الحق. يا رب راك هنا؟ ايه راني هنا. مازال ما رقدتش؟ لا. وعلى ما صليتش في البيت؟ إيه ما حبيتش نقلقك. وراك عارف شحال راهي الساعة؟ لا ما رانيش عارف. راه طلع النهار وانت ما زلت هنا. روحي روحي ترقدي دوك انت. واش هذه الغيبة يا سي ربح؟ الله لا يغيبك. سامحني خويا عمر، في الحقيقة نسيت رقم الهاتف تاعك وحتى تاع الطيب. هالسيدي واش عليه والدار ثاني نسيت عنوانها؟ مرتين وانا نجي لكن الناس الحومة قالوا لي رحل. بيني وبينك حتى انت نسيتنا. إيه عندك الحق الغلطة مني. على كل حال الحمد لله كي تلاقينا. نهار الاثنين كي سقسوني رايح نجاوب اكثر ما جاوبت عند لابوليس. والله ما نسمح له عند ربي. كي الوحش خرب لنا كاع دارنا. كنا معولين نديروا وعده كي جاو يما وبابا من العمره نختنوا لوليد اختي وموراها يجي يخطب خالد. ثلث افراح خطفهم كي الوحش. ربي وكيلو وكيلو ربي حقا. وخالد خالد راه هابل على الطيب. لو كان لقى لو كان هو راه ولد دخل. ملي كانوا صغار وهما صحاب تقولي عليهم خاوة. محال اللي ما سرق في صغره ما يسرق في كبره يا سي عمر. هي ولكن لكن إنسان ضعيف والدنيا غرارة. الدنيا كالغربال تغرب للناس وتكشف. أسيدي واش عليه وخيانته لبنتي واش تقول فيها؟ أنا سمعت وصدقت. الطفلة اللي شافته معها بنتك هي اللي قاتله وأنا دخلتك في هذا المشكل وأنا اللي نخرجك منه. الطفلة هذه كيفاش عرفته؟ كيفاش تعرفه؟ اسمعني مليح يا سي عمر، ما انا الا دل الخير. شرطت عليه الدراهم، الطفل ما عنده علاه، تلاقاو في المكان اللي شرطته، وفي نفس الوقت عيطت لبنتك وبنات له فخ.
في رايك انت الطيب بريء. سي عمر تعرف معزتك عندي، راني خايف تغلط مع انسان ما شفت منه الا الخير. بشرى بشرى. نعم يما. بابك هذا وين زاد عيط؟ واش قالك؟ قال غدوه الساعه يدخل المحكمه ودوكا في الاوتيل. لو كان غادي يولي بالخوف هكذا ويقولوا ما نعرف. تمنيتو يا يما يحضر الوقفه تاع الطيب. واش بك يا طفله؟ والله ما على بالي من اللي قريب قتلت هذاك المريض وانا هكذا ما على بالي شوش بيا. حسن اه لو كان غير يقراها سعيد يروح يحضر المقابله ويطلع له المورا. ربي ينصرك يا حسن، ربي ينصرك. شامبيونه وراح يبوكسي يا مش من الشامبيونات. حسن كان معايا في الحبس. يعطيك الصحة يا حامي، رديتو بوكسير تاع الصح. خرجت من الحبس يا هاكو بالك يا حميد. حميد هذا شكون؟ كان معايا في الحبس هو وحسن. كنا في سيلون واحد. هو تاني بوكسي؟ لا لا هو كان يعلمه. وش علمه؟ ما شربش الدواء تاعك خصاتك. على بيها راك طرش انت رحت بوكسي؟ ارقد بوكسي 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 بوكسي. صحة يا حسن صح. الشامبيونة يا المهم جهزنا الملف تاع البره. طه تاع ابوك هذه فاتورة الأبوة. جهاز الأمن الخارجي راه لقى القبض على العصابة اللي كانت في الخارج. وبلا شك سونيا بنتي معاهم. بنتك سونيا ورئيس العصابة راهم في حالة فرار ومعهم كمية كبيرة من المخدرات. يا خسارة يا خسارة. الطير إذا خرج عن سرب الطيور يسقط في الحدود. يا خسارة. ما تخافش يجي نهار ويطيحوا في يدينا وبنتك راح يطبق عليها القانون. ممكن ممكن
تستفاد من الظروف المخففة. غروا بها كما غروا بخرين. قل لي يا حضرة الضابط، نقدر نكون معاكم؟ راك جربت وشفت. هذا راح يكون لها درس في المستقبل على الأوقات الصعبة اللي جوزتهم. كاين بعض الوالدين يا سي عمار ما يغلطوا ولادهم ولا بناتهم يسمحوا فيهم ويصبحوا ضايعين في الشوارع، فريسة سهلة للمجرمين. صح، وانت تظن باللي ماكش من هذا الصنف وعندك شجاعة كبيرة. يا حضرة الضابط، الدم إذا ما حنش يكندر. صح، وكتاش ما قلت روح نرجع؟ ما نرجعش، نبقى نتبع في تطور الأحداث. وخدمتك وعائلتك؟ خدمتي مانيش مفكر فيها خلاص. وعائلتي نتصل بهم وهذا مكان. صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك فريدة، لاباس؟ إيه لاباس عيشك. الحمد لله. هاني جيتكم. مرحبا بك سيها متهلا في مدام فريدة. صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك. يسلمك عيشك. هذه غيبة. لا لا يغيبك، هاني وليت. مرحبا بك. يسلمك. جبتي لي لونسومبل اللي وصيتك؟ جبته لك مدام، تقيسيه؟ مدى بك. هاولك يعطيك الصحة، ده هو بدات. الله يسلمك صحتي. واش رايك سيها في الكو تاعي؟ مدام جاك بزاف شباب. ها والله مالا نديه. مبروك عليك.